مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. أهالي محاصرون في تعز يتحدثون لموقع بلقيس، نحتاج نصف يوم للوصول إلى الحوبة. وفي الحرف 28، سلطات سقطرى تمنع دخول نباتات دخيلة على بيئة الأرخبيل. وفي الشرق الأوسط، تعنث حوثي في اجتماع السفينة وترحيل الملفات الشائكة إلى السياسيين. تواصل ميليشيا الحوثي فرض حصارها المطبق على مدينة تعز، وخصوصا المدخل الشرقي للمدينة من منطقة الحوبان والمدخل الشرقي الشمالي من جهة الستين، مما يضطر جميع الأهالي والتجار وسائقي الأجرة إلى استحداث طرق بديلة غالبا ما تكون صعبة وخطرة بهدف العبور إلى المدينة أو الخروج منها. وعنون موقع قناة بلقيس: الطريق إلى تعز عبور بطعم الألم. فمن أجل الوصول إلى تعز عبر الحوبان يحتاج المسافر إلى 10 دقائق فقط، أما الآن وبسبب الحصار الحوثي يخوض المسافرون الداخلون من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز رحلة شاقة تصل إلى 6 ساعات متواصلة. صلاح عبد العزيز مواطن يمني يتحدث لقناة بلقيس عن قصص المعاناة التي يواجهها في طريقه إلى تعز. أعمل كمهندس زراعي في منطقة النشمة بمديرية التربة، وأضطر للسفر إلى مقر الرئيسي لعملي في مدينة صنعاء، ويجب أن أقطع أكثر من 5 ساعات للوصول إلى منطقة الحوبان. تستمر رحلة الشاقة من دمنة خدير إلى الراهدة عابرا سائلة الخوجة، ثم طور البحايا ليها هيجة العبد، ثم إلى التربة وصولا إلى منزلي في النشمة. وهذا يستغرق 10 ساعات بسبب وعورة الطريق ونقاط الحوثيين المنتشرة في الطرقات. وقال أحد السائقين: إنهم يتعرضون للابتزاز من قبل النقاط الحوثية، ويضطر سائقو الشاحنات إلى دفع مبالغ كبيرة من أجل العبور بضائعهم ما لم يتم حجزهم ومصادرة بضائعهم. قالت مصادر حقوقية إن جماعة الحوثي هددت عائلة الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح شيخان الدبعي في صنعاء بإخراجها من المنزل الكائن بمنطقة شملان بالقوة إذا لم يتم إخلاء المنزل الذي تقول الجماعة إنه تحت الحراسة القضائية. وعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون في صنعاء ينذرون عائلة قيادي إصلاحي بمغادرة المنزل بهدف الاستيلاء عليه. ونشر المحامي عبد الباسط غازي صورة لقصاصة ورقية سلمها الحوثيون إلى سكان المنزل، مستغربا من أن تكون هذه القصاصة الورقية أمرا من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء. ويأتي تهديد الحوثيين باقتحام ومصادرة منزل القيادي الإصلاحي الدبعي وإخراج عائلة أقاربه المقيمة فيه في وقت يتحدث فيه نشطاء يعملون لصالح الحوثيين وآخرون يعملون لصالح الإمارات عن تقارب بين الحوثيين وحزب الإصلاح. من قصص المعتقل التي كتب عنها الصحفي سامي نعمان بعد خروجه من المعتقل: معتقل ميليشيا الحوثي، قصة المعتقل عبد صالح محمد جازم، وهو رجل مسن يتجاوز عمره 80 عاما، وكان الصحفي قد كتب مقالا تنشره بلقيس: حز في نفسي أن يكون رجل بسن والدي عبد الملك الحوثي وفي سن جدي كبار مشرفيه معتقلا، إلا أن يكون لذلك سبب وجيه وظاهر. ينتمي العم عبده كما يطلق عليه إلى قرية جنوب الراهدة بالقرب من جبهة معروفة تعرف بجبهة حمالة، نسبة إلى جبل كبير هناك، ولديه عدد من الأغنام. سألته يوما وكنا لوحدنا نتنفس من نافذة المطبخ الوحيدة المتاحة: لماذا حبسوك؟ أجاب: قالوا إننا أعمل إحداثيات. سألته: قد عملت إحداثيات يا عم عبده، قد القلب بارد حتى لو حبسوك. وبفطرة القروي البسيط المتخفف من كل الحسابات: يا ابني أنا والله ما لي علم، يقول إحداثيات ما نش جاري موهي، أنا لا أكتب ولا أحفظ إلا الفاتحة والضحى. شعرت حينها برعشة تسري في جسدي ونزلت دموعي دون مقدمات، ربما لسابق الخفة التي تعاملت بها عند سؤال الرجل.
وقصة الرجل ببساطة أنه يسكن تلك القرية من قبل أن يولد عبد الملك الحوثي، فجاء مسلحوه وعسكروا بموقع مجاور لها، وكان يرعى مواشيه. وفي أحد الأيام اعتقله أحد عناصر الميليشيات الحوثية بدعوى أنه يبحث عن إحداثيات، ولأنها جماعة إرهابية بلا ضمير، كان اقتياد العم عبد صالح للمعتقل أقرب من التحري عنه لدى متحوثي المنطقة الذين يعرفون الرجل كآبائهم وأجدادهم وقد فعلوا، لكنهم بلا قيمة ولم يستجيبوا لهم، لأن الغاية هي إشاعة رعب الناس أن هؤلاء لا يحترمون شيخا ولا يوقرون كبيرا، وليس هذا من عرفهم وأخلاقهم، فاحذروا أيها الآخرون. بطبيعة الحال هم يمنيون مثلنا يميزون ويفكرون ويدركون أن اعتقال رجل أمي طاعن في السن بإمكانهم أن يتحروا عنه باتصال بسيط، لكنها المنهجية الإيرانية الحوثية الخبيثة في الإرهاب تدفعهم لأن يكونوا مسخا، وتعظم الفعل كلما كان منكرا أفحش وكان أكثر إثارة لرعب الناس. وجه وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي الأجهزة الأمنية في المنافذ بتشديد الرقابة على أي واردات نباتية دخيلة على بيئة الأرخبيل. وعنوان موقع الحرف 28، سلطات سقطرى توجه بالتشديد الرقابة لمنع دخول أي نباتات دخيلة على بيئة الأرخبيل. أكد الوكيل على أهمية رفع جهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة ومشروع مكافحة الأنواع الدخيلة على بيئة الأرخبيل. ووفقا للموقع، كانت الأجهزة الأمنية بميناء سقطرى أوقفت مؤخرا 4 أطنان من بذور شجرة السيسبان بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب الزراعة ومشروع اليونيب. ويعد أرخبيل سقطرى من كبرى الجزر اليمنية وأشهرها، وقد ضم إلى قائمة المحميات الطبيعية العالمية مع 13 موقعا جديدا في قائمة التراث العالمي اليونسكو. ويضم أرخبيل سقطرى 4 جزر هي سقطرى وعبد الكوري وسمحة ودرسة، إضافة إلى جزيرتين صخريتين صغيرتين. أن ترسم في صنعاء، فمعنى هذا أنك تغامر بحياتك في ظل سيطرة ميليشيا لا تعترف بالكلمات ولا تميز بين الألوان. ولكن ماذا إذا كان الرسم على جدران وتقوم به فتاة يعلق موقع المشاهد نت؟ هيفا فنانة الرسم على الجدران تخاطب العالم بإيقاف الحرب. بدأت هيفا سبيع المشاركة في حملات رسم الجداريات بصنعاء من العام 2012 لمعالجة الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد وإبراز معاناة فئات اجتماعية وقضايا بعينها. جذبت أنظار قطاع واسع من اليمنيين والمهتمين بالشأن اليمني بشكل عام. وفي 2017 أطلقت العديد من حملات الرسوم على جدران المناطق الحيوية داخل العاصمة صنعاء، واستطاعت من خلالها أن تعكس جانباً من معاناة اليمنيين بما في ذلك المرأة والطفل على نحو خاص في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. وأبلغت سبيع منذ أسابيع عن محاكاة أعمالها في متحف الأطفال في نيويورك، لكنها مع ذلك تقول للمشاهد نت: لم يتم إرسال أعمالي أو صور أعمالي التي تمت محاكاتها، لكنهم راسلوني أنهم سيعيدون أو سعيدون بمحاكاة أعمالي وأبديت سعادتي لذلك. الأطفال هم الجيل القادم وانسجامهم مع الفن أمر يبعث الراحة والسعادة في النفس. غرق الحضارات، تحت هذا العنوان كتبت الروائية اللبنانية المعروفة نجوى بركات مقالها المنشور في العربي الجديد. مع حلول السبعينيات حدثت ثورتان كبيرتان بدلتا وجه العالم. الإيرانية التي أفضت إلى ربط الهويات القومية بالدينية بالدول العربية وأفغانستان وباكستان والهند وغيرها، والاقتصادية المحافظة التي قادتها مارغريت تاتشر فغيرت معظم المعايير الاقتصادية والسياسية ونقلت مواقع القرار والنفوذ إلى المقتدرين والأثرياء. والحال أن الظاهرة هذه انتقلت من بريطانيا إلى أمريكا في عهد رونالد ريغان، ثم إلى دول أخرى كانت سابقا شيوعية كالصين والهند ودول في آسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها. في هذا الشأن يقول أمين معلوف
من الآن سيعتبر تقليص تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية والحد من النفقات الاجتماعية ومنح المتعهدين صلاحيات أكبر مع تقليص تأثير النقابات المعايير الجيدة لإدارة صحيحة للشؤون العامة. أجل، بالنسبة لأمين معلوف، نحن نحيا اليوم في زمن الردة الكبرى وليس في زمن صراع الحضارات كما يدعي هنتنتاغون. فالغرب أيضا يعرف ردة حضارية مع صعود قوى اليمين المتطرف واستفحال النزعات العنصرية والأخطار السياسية كما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتهدد البشرية، فيما يتبدى أن بإمكان الحضارات مثل السفن أن تغرق فجأة كما حصل مع سفينة تيتانيك الشهيرة حين هوت بركابها إلى قعر البحار. على الرغم من نبرة التشاؤم التي تسود كتابه، يرى معلوف أن حل النزاعات الخطيرة على اختلافها لا يجب أن يتم بفصل المجموعات المتنازعة وعزلها عن بعضها لكي لا تتحول كيانات مغلقة، لأن هذا سيؤدي إلى مزيد من العنف والمواجهات. نخطئ حين نضع آلياً وبانتظام المصالح مقابل المبادئ، فهي أحياناً تلتقي، فالشهامة تكون في بعض الأحيان مهارة والخسة رعونة. عالمنا المتكهم يرفض الاعتراف بذلك، لكن التاريخ مليء بأمثلة مقنعة، ففي أغلب الأوقات حين يخون بلد قيمه يخون أيضاً مصالحه. مع استمرار أزمة انقطاع الغاز المنزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، سعت بعض النازحات في العاصمة صنعاء خصوصاً إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة بغية التخفيف من معاناة الأسر. وعنوان الصحيفة العربي الجديد: نازحات يبتكرن بدائل للغاز المنزلي في اليمن. وقالت الصحيفة في صنعاء: لم تيأس بعض النازحات من الظروف القاسية التي واجهتهن ومنها انقطاع الغاز المنزلي، فبادرنا إلى ابتكار البديل وتسويقه كذلك، ما سمح بحل الأزمة جزئيا بالإضافة إلى توفير فرص عمل أو عمل لهن. هاجر حميد من بين هؤلاء النسوة، وهي نازحة من محافظة الحديدة الواقعة غرب صنعاء، تقول للعربي الجديد إنها تمكنت مع عدد من النازحات في أمانة العاصمة من صنع بدائل للغاز المنزلي تعمل بكميات قليلة من الحطب لتجاوز الأزمة المتواصلة منذ سنوات. تضيف: فكرة البدائل جاءت بعد نحو عام من النزوح والمعاناة جراء انعدام الخدمات الأساسية في صنعاء بما فيها غاز الطهي. وتوضح: بدأنا بشكل فردي بالبحث عن تجارب سابقة في بعض البلدان التي كانت تعاني من نقص في الغاز وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات المجتمع في اليمن، ثم حصلنا على دعم من إحدى المنظمات الدولية التي قدمت الاستشارات للنازحات والتدريب على كيفية صنع البدائل، بالإضافة إلى توفير بعض الآلات ومقر مؤقت لبدء العمل. تضيف: نجحنا في إنتاج بدائل للغاز حتى الآن، منها الموقد الاقتصادي الذي يستخدم في طهي الطعام وتدفئة المنازل ويعمل بقليل من أعواد الحطب أو الفحم، ويتكون من صندوق يحتوي على قنوات لتسريب الدخان للخارج من أجل الحد من التلوث، ويباع حاليا في الأسواق بسعر 13,000 ريال يمني أو ما يعادل 26 دولارا أمريكيا. الحجر على الأدب والفن. تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا: غالبا ما يشكك بقدرة الأدب والفن على الفعل ويقال أن لا تأثير لهما، ويتوخى ألا يعزى إليهما السبب في إحداث متغيرات ولو كان في خلخلة المستقر أو صنع تحولات على المدى البعيد. في أفضل الأحوال يمكن اعتبار الأدب والفن موادا تثقيفية يستشهد بها المثقفون في المجادلات الفكرية ويستشهدون في نقاشاتهم بالتاريخ، الهوية والعولمة والديمقراطية، ما يهدد ببراءة الثقافة غالبا أن علاقتها بالسياسة لا تنفصل. ومع هذا لا غرابة في شبه الإجماع الحاصل على انخفاض فعالياتها على الأرض إلى الحدود الدنيا، فالمسرحية الثورية لا تجند مناضلين ولا مناصرين ولو كانت تشفي الغليل. وإذا كان كتاب الأم لماكسيم غوركي أثار مشاعر العمال ودموعهم، فإنه لم يساعد البلاشفية في الاستيلاء على السلطة. فالمثقفون عاجزون عن الفعل تحت تأثير الأدب وحده. أما الذين دبروا المؤامرات وقادوا حركات ثورية أطاحت بنظم حكم قائمة، فجاءوا من العمل السياسي الحزبي السري لا من قاعات المطالعة والمسرح والسينما.
لماذا ينصب عمل الرقابة على الفن والأدب إذن؟ هل هو غباء السلطة أم ذكاؤها؟ الأصح وبمنتهى الدقة عبقريتها الموسوسة بالتوجس من هذا اللاشيء بدعوى أنها تستشرف المستقبل. منع الكتب والعروض المسرحية والأفلام لم تحتكره الدول المستبدة فقط، الرقابة عمل تمارسه دول العالم كافة من دون استثناء البلدان الديمقراطية مهما بلغت ليبراليتها، وإن كان بالوسع الاحتجاج على المنع. المعنى أن جائحات القمع سارية في كل مكان وكل عصر، وإن اختلفت اتجاهاتها إلى حد ما هو ممنوع هنا مسموح هناك، فالمجتمعات تمتلكها الهواجس مما يستجد. علقت صحيفة الشرق الأوسط حول اجتماع اليمنيين فوق السفينة وكيف تكرر ميليشيا الحوثي إفشال الحوار، وعنونت الصحيفة: تعنت حوثي في اجتماع السفينة وترحيل الملفات الشائكة إلى السياسيين. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن اجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة الحديدة انفضت في ثاني أيامها وسط تعنت حوثي وتهرب من التحقق الثلاثي المشترك حول إعادة الانتشار وتنفيذ المرحلة الأولى منه. وكشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش للشرق الأوسط عن مغادرة ممثلي الجماعة الحوثية والوفد الحكومي للسفينة، حيث عاد الحوثيون مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الأمميين مايكل لوديسغارد إلى الحديدة، بينما غادر الوفد الحكومي إلى ميناء المخا بحراً. وأوضح الدبيش أن الاجتماع أحال ملفات الأمن في الموانئ والإدارة والإيرادات المالية إلى القيادات السياسية للطرفين من أجل حسمها مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في حين تم الاتفاق فيما يخص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار على بعض الأمور الفنية مثل المراقبة والتحقق من التنفيذ. وأشار الدبيش إلى أن الحوثيين يرفضون تماماً عودة قوات الأمن والموظفين إلى الحديدة وموانئها وفق كشوفات 2014 قبيل الانقلاب الحوثي. في الأخبار المنوعة، ما ذكره موقع عربي 21 أن عضو هيئة كبار علماء السعودية والمستشار في الديوان الملكي عبد الله محمد المطلق نصح خلال برنامجه أحد المتصلين بالاستعانة بمحرك البحث جوجل. طلب المطلق في برنامجه على إذاعة نداء الإسلام من المتصل الذي سأل عن بعض القضايا الاستعانة بمحرك البحث جوجل لمعرفة الإجابات، وقال للمتصل: في شيخ اسمه جوجل ونحن نسأله. ومن بين الأسئلة التي طرحها المتصل على المطلق هو: ما الفرق بين حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؟ أنظمة عربية تنتج الإرهاب وتدعمه. تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني محمد عايش مقاله في القدس العربي مضيفا: النظام السياسي الذي يلاحق معارضيه بالقتل والاغتيال ويعاقب الناس على آرائهم بالاعتقال والتنكيل لا يمكن أن يكون جزءا من دولة، لأن الدولة لا تقوم إلا بالقوانين والحفاظ على النظام العام، ومهمتها الأساس هي حماية مواطنيها لا تهديدهم. وعندما تكون النخبة الحاكمة خارجة عن القانون تتحول إلى عصابة إجرام أو تنظيم إرهابي. عندما نسمع أن دولة عربية تتعاون مع تنظيم القاعدة ضد مواطنيها، وأن زعيما في التنظيم نفسه على علاقة مع ثلاثة أمراء عرب، وأن دولة عربية أخرى تمد المتطرفين بالمال والسلاح من أجل مواجهة خصومها في أماكن مختلفة، فهذا كله يعيد التأكيد على أن الأنظمة العربية المستبدة هي المصدر الأساس للإرهاب في العالم، فضلا عن أنها تستفيد من الإرهاب وتستثمر فيه من أجل التغلب على خصومها السياسيين أو من أجل تثبيت نفسها في الحكم. بعض الأنظمة العربية التي تتميز بالاستبداد والتوحش أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة الإرهاب في العالم، فهي تنتج الإرهاب وتدعمه على ثلاث مستويات. أول هذه المستويات أنها تمارس استبدادا وتسلطا ضد شعوبها، ينتج جيوشا من اليائسين والمحبطين والمهمشين الذين لا يرون أي أمل في التغيير السلمي فيجنحون نحو العنف والتطرف. أما المستوى الثاني في عملية إنتاج الإرهاب عربيا فهو أن بعض الأنظمة تستعين بالتطرف الديني من أجل محاربة خصومها السياسيين. المستوى الثالث هو تعاون بعض الأنظمة العربية مع منظمات إرهابية بشكل مباشر، إما لخوض حروب بالوكالة أو لتصفية معارضين أو لاستخدامهم كشماعة من أجل الخلط بين الإرهاب والعنف والمعارضة السياسية وصولا إلى
تبرير القمع السياسي من قبل السلطة أو النظام الحاكم. منظمة بيئية أمريكية غير ربحية تستخدم العلم والتعليم لحماية الطيور والمحافظة عليها بعيداً عن خطر الانقراض، وكل عام تروج لمسابقة التصوير الفوتوغرافي للطيور مع جوائز نقدية تصل إلى 5000 دولار ومعسكر تصوير الطيور للفائزين الشباب. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت الصورة الفائزة والصور الفائزة بالمسابقة لهذا العام، ونحن نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس قليلاً من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءاً من إنتاجهم في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.